الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، يقول الله تبارك وتعالى عن مؤمن آل فرعون: قال يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. نصحهم نصيحة غالية جدا، وكان من ضمن هذه النصيحة أن قال: إني أخاف عليكم يوم التناد، يعني اليوم الذي تقع فيه المناداة، ينادي بعض البعض الآخر، كما قال سبحانه وتعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. بيقولوا لهم: نحن وجدنا ما وعدنا ربنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى وعد المؤمنين في الدنيا بالجنة، فقالوا لهم: نحن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم؟ انت قول لهم: لقيتوا الوعد به ربنا حق بجد؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم، يعني زول بنادي بين الطرفين: اللعنة الله على الظالمين. بعد ذلك ذكر المولى عز وجل نوع ثاني من أنواع النداءات، ده نداء يوم القيامة، في ناس بنادوا ربنا بنادي العباد، ده نداء، بنادي أهل النار خاصة نداء، بنادي المؤمنين، المؤمنون ينادوا الكفار في جهنم، الكفار بنادوا المؤمنين، الكفار بنادوا مالك خازن النار، هكذا في نداءات. شكده ربنا سماه يوم التناد، يوم التناد يعني واحدين بنادوا واحدين، والنداءات دي بعضها أو منها ما هو للتبكيت وللإهانة والزجر، يعني ما في جديد، يعني ولما يقول لهم ماذا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، يعني ما حتتغير حاجة، والحصل حصل ما بتغير، لكن النداء ده فيه زجر وإهانة لهم، تمام، فيه زجر وفيه إهانة وتأديب لهم لشيء اللي عملوه. ربنا قال نداء آخر، قال: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، قعدوا بنادوا فيهم بعد ما خشوا، ديل خشوا جوا جهنم وديل خشوا بغادي الجنة، ديل بقوا بنادوا فيهم: أن أفيضوا علينا من الماء. ديل ناس الجنة قول لهم دارين موية، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله من الطعام، يعني قول لهم دارين موية أو دارين أكل. العلماء قالوا ينادوا هذا النداء بعدما يشتد بهم الجوع والعطش، يعطش عطش شديد ويجوع جوع شديد داخل جهنم. ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن يستغيثوا، لما يقولوا دارين موية، يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، الموية اللي بيجيبوها لهم الواحد يفتح أو يرفع الإناء عشان يشرب منه، الجلد بتاع وشه بقع جوا الإناء، ده من شدة حر هذا الماء. قال: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، بعد ما يشربوا بيقطع أمعاءه. قال تبارك وتعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، ده الأكل كمان، ده الأكل بتاعهم، شجرة اسمها
الزقوم، قال تعالى: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. دي بتقوم جوا جهنم، يعني هي أصلا بتنبت جوا جهنم. وانت قد تحتار، شوف قدرة ربنا كيف. جهنم دي أصلا بتحرق الشجر، النار بتاكل الشجر ها، وتاكل البشر وتاكل أي شيء، لكن الشجرة دي من قدرة ربنا تقوم جوا جهنم. ربنا قال طلعها الثمار بتاعتها كأنه رؤوس الشياطين. العلماء قالوا ما في ذو شاف الشيطان، الشيطان ده شكله كيف، ما في ذو شافه، لأنه على حقيقته أنت ما بيشوفه. قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الشيطان ممكن يتشكل، تشوفه في صورة حمار، في صورة ثعبان، في صورة أسد، في صورة كده، في صورة فكي ممكن تشوفه، فهمت كلامي؟ لكن في صورته الحقيقية ما بيشوفه، ما بيشوف في شكله الحقيقي، كويس؟ ربنا قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين. ليه ربنا شبهه بحاجة نحن ما شايفينها؟ العلماء قالوا استقر عقلا أن الشيطان الملعون المطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى شكله قبيح من غير ما اشوفه. يعني اقول لك شوف بالله ده الشيطان، انت ما شفت الشيطان، لكن ما دام شيطان ملعون ومطرود من رحمة الله وخبيث وجهنم بيدخلها وده غايد الجماعة ايوه معناه شين. قال طلعها الثمار بتاعتها كأنه رؤوس الشياطين. طيب بياكلوا؟ ياكلوا اي. قال فإنهم لآكلون منها، بياكلوا بعد ما ياكلوا، ياكلوا كيف؟ قال فمالئون منها البطون، ياكلوا شبع من الطعام المر، مر شديد وقبيح ها، شكله شين، ياكلوا منه فمالئون منها البطون. وها وبعدين قالوا ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم. بعد ما يشبع من الزقوم يجيبوا له الحميم ياكل منه، يشرب منه كمان. اها بينادوا الشتاء سخن معهم، اكل ما نافع، شراب حار، الجو مسخن، جهنم مقفولة، الوضع صعب جدا. نادوا في مالك، نادوا زمن ما حلهم، يا مالك يا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك. قال إنكم ماكثون. وقال الذين في النار لخزنة جهنم، ده كمان طلب ثاني لخزنة جهنم، قالوا لهم ادعوا ربكم. شوف الكلام ده، الشيخ ابن عثيمين قال ده مما يدل على سوء علاقتهم مع الله في الدنيا. هنا انت ما في الدنيا كان بتنادي الفقير وسخ، عشان كده يوم القيامه ما قادر ينادي الله. قالوا لي خزنة جهنم ادعوا ربكم، نادوا ربكم اها ما قادر ينادي الله، مكسوف لانه في الدنيا علاقته كامه مع الله. قالوا لهم ادعوا ربكم ليه؟ يخفف عنا. سبحان الله، دائما الزول اللي بيتورط يا اخواننا في الدنيا دي، لما تتورط لك في ورطه بتحاول تكوس اخف الحلول، تمرق بحل خفيف كده بس، حاجه بسيطه، حتى لو ما لقيت الحل الكامل 100% دار لك حل بسيط. عشان كده هم ما قالوا لهم ادعوا الله يمرقنا من جهنم دي ويدخلنا الجنه، لا لا، قال لهم ادعوا ربكم يخفف، لا لا العذاب يكون فيه لكن بس خفيف، يخفف عنا بتين كم؟ يوما، يوم واحد بس. بالله يا اخواننا دي ما ذره حاره، الزول يكوس يوم واحد، بما انه في الدنيا هنا الجنه سهله، العمل للجنه سهل جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه. يا ناس الراحه نفرط فيها نحن في الدنيا هنا ساي، بس فنكها ساي، بس الواحد شاندار يقول والله يا شيخي والفقير بتاعنا وبيعمل شاندي، انت تفرط بعدين تقعد تكوس لك في يوم 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 تكوس فيه كواسه وما تلقى تكوس فيه. يا ناس الزول يقعد يضيع عشان شنو انت؟ عشان حضره الطريقه التجانيه وسواد عيون احمد التجاني ولا البرعي ولا الصايم دي؟ ليه؟ انت بتفرط في عقيدتك عشان شنو يعني؟ تجد كوسه بعدين قالوا يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا بس خلي الله يخفف عنا. قالوا انا كل
ديلك لما تكلموا مع سادتهم، ساداتهم قال لهم إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. فده لما نادوا أهل جهنم، لما نادوا أهل الجنة قالوا أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ببساطة قال لهم إن الله حرمهما الاثنين، الموية حرام، الأكل حرام، إن الله حرمهما على الكافرين. أها معلومهم سووا شنو ذل؟ قال الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. ربنا قال فاليوم ننساهم، ننساهم معناه نتركهم كما نسوا، زي ما في الدنيا نسوا. الجزاء من جنس العمل، ها تنسى الله الله بينساك. فاليوم ننساهم ليه؟ كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. شوف الآية اللي بعديها تنبيه عظيم كيف. ربنا قال ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. القرآن الوحي كتاب مفصل مبين، وراك الصح من الغلط، الشرك من التوحيد، وراك البدعة من السنة، كله موضح مفصل مبين. لكن الناس الليلة القرآن خلوه شغل بتاع حجابات، يكتبوا حجاب ها، والقرآن يشربوه في موية بس. لكن الليلة الصوفية لو تأملوا وتدبروا القرآن ده جوا، فتح واحد آية واحدة من القرآن وقراها تمام وتأملها وتدبرها وقرأ التفسير بتاعه، بيخلي اللي بيسوي فيه ده كله قرآن واضح. يا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. الله ما قال لك جيب وصة، ولا قال لك خد طلي البرع في النص، ولا اللات ولا العزة ولا منات، ولا قال لك خد طلي رسول من الرسل في النص. قال لك إذا سألك عبادي عني فإني قريب طوالي أسأل ربك. شكد ربنا قال وراهم، قال ولقد جئناهم عشان ما يتحسروا ويندموا ساي. الله ما غشاهم، ربنا ما خدعهم، بين لهم كل شيء. قال ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يعني ينتظروا كده قاعدين لحد ما يجيهم بعدين التأويل، يعني الوقوع، وقوع الأحداث اللي ربنا تكلم عنها. ربنا قال لك ده بدخل النار، ده بدخل الجنة، ده كده. هل ينظرون منتظرين لحد ما يشوفوا بعينهم، يشوفوا بعينهم الشرك دخل الناس نار، التوحيد دخل الناس الجنة، هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله الوقت ذاك اللي بيحصل شنو؟ يقول الذين نسوه من قبل، ما ده ندم أول ما يحصل ويشوفوا بعينهم الأحداث والوقائع قدامهم. يقول الذين نسوه من قبل قد كلام محقق، يا ريت الكلام ده لو قالوه في الدنيا. قد جاءت رسل ربنا بالحق، قال والله كلام الرسل ده كان حق. النبي زمان ما قال لك إذا سألت فاسأل الله، وأنت بتسأل في أحمد التجاني، يقول لك إذا سألت فاسأل الله. أها في الوقت ذاك لما نشوفوا جهنم قدامهم والشرك دخل الناس جهنم، يقعدوا يقولوا قد جاءت رسل ربنا بالحق. يقوموا يطلبوا مطلبين، نختم بين الحلقة مطلبين. قالوا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ بنلقى زول يشفع علينا، ها يتوسط لنا، يشفع لنا عند الله يدخلنا الجنة. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ ده المطلب الأول. وزمان في الدنيا ربنا في الكتاب اللي نزله ما وراكم الشفاعة لمشرك، ما في. ربنا ما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ربنا ما قال ها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، النبي ما قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وهي نائلة بإذن الله من مات لا يشرك بالله شيئا. الشفاعة لمنو؟ للموحدين. الجماعة ديلك متورطوا يقولوا هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ في شفاعة؟ ما في. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم.
بدون كيف معانا ما في أي شفاعة. ربنا قال وكم من ملك، كم من ملك، تقول لي يا أبويا الشيخ شيخنا قاعد حلنا منا، قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ما في شفاعة إلا بإذن الله. المطلب الثاني قالوا شنو؟ قالوا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. داري واحد من اثنين، يا شفعاء يخارجونا، يا كمان نرد نرجع الدنيا ثاني. ليه؟ قال فنعمل غير الذي كنا نعمل. لكن كذابين، لو رجعهم ما بيعملوا صالح. ربنا قال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ربنا قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ها لو رجعهم هل بيحصل شنو؟ تاني بيرجع للهبر وملو، وحفروا البير جابولو دلو، والكباش القيدو في شبلو، دي تزور جبلو، دي تقيف قبلو، لولحوا زقلوا في الفريق نبلوا. بيرجع لده تاني، فهمت؟ بيرجع لبناديهم بناديهم سرتي حرتي وهل السلسلة الما فيهم إلا بناديهم. بيرجع لده تاني. الله قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. مع هذا بيقولوا لي الله فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. ربنا ختم الآية قال قد خسروا أنفسهم. دي الخسارة جد جد، خسرانين، خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. عشان كده يا أخواننا الآيات دي نصيحة لك، أعمل حسابك ما تقابل الله بعقيدة خربانة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. تبارك وتعالى التوفيق والسداد، نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.